فتات الحسر حيها بل العليا أعدتها وسونو من أمانتها وبالأخلاق ربها وذن أم لأطفال وربت دار راهيها تصون الأهد للزوج وتعلي من معانيه وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب لأجل الله ثم العير لتابع خصلة الغيب تهية ماجد يرعى لبنت البيت معناها ويعلي من مكانتها ويدعو الله يرعاها فتاة الحسر هيوها وللعليا أعدتها وسونوا من أمانتها وبالأخلاق.